باهي أصدقائي، الفيديو السابق فهمنا الـ OOP شنو هي، وفهمنا اش معناه كلاس، وفهمنا اش معناه أوبجيكت. كلاس هو عبارة على هيكل، عبارة على القالب، والأوبجيكت هو باش ياخو انستنس ماك الكلاس هذاك. باهي، وهذه هي الصورة اللي خذينا المثال هذايا من جوجل. تنجم تبحث على أي صورة، ولا تنجم تاخو من معناها تستنبط هكا وحدك كلاس وأوبجيكت كلاس، باش تعمل منه مجموعة من الأوبجيكت. لكن مش مشكل، خلينا نمثلو بالصورة هذه. مادام عندنا الصورة حاضرة، ما نقدروش نرسمه في صورة. واحد، عندنا كلاس اسمه كار، وعندنا 3 أوبجيكت كما تشوفوا قدامه، وضم 3 انستنس من الكلاس هذايا. أوكي، باهي. كيف كيف زاد لهنا فيو كيلو، شوفوا كيفاش السيارة لهنا. أهو النموذج نتاعنا هي في العام هي السيارة، وعندنا من الآخر 4 صور لهنا يعطيك أنواع السيارات. سيارة نتاع سبور، وسيارة كلاس ويني، وسيارة كل بتاع قبل هذاك ما عرفتهم، وكاميون. واضح الشاحنة. باهي، مش مشكل. خلينا نرجعوا للصورة نتاع اليونانية. أول حاجة نعملوا نكتبوا كلاس. كما تشوف كلاس كلمة محجوزة، وانو صور كتبها لنا بالأورانجي ولد برتقالي اللون نتاعها. باهي، باش نعملوا اسم الكلاس نتاعنا كار. لحد الآن واضح، عملنا كلاس اسمه كار. أوكي، باهي. في وسط الكلاس هذا باش ناخذوا مجموعة من المواصفات، باش ناخذوا مجموعة من المواصفات، مجموعة من الاتريبيوتس اللي هما جرين وفورد وميستانج وغاسولين. هذه معناها عندنا أول حاجة الكالر، اسم تاع السيارة، الموديل نتاعها، و الكتريستي، معناها باش تشتغل هذيك المود نتاعها باش تشتغل. خلينا من هذاك ناخذوا كومباني مثلا. باهي، عندنا النيم تاع السيارة أول حاجة، عندنا الموديل نتاع السيارة، الموديل نتاع السيارة، عندنا الكالر نتاع السيارة، كومباني مثلا بتاع السيارة. الكومباني نقص معناها الشريك اللي صنع السيارة هذيك. خذينا 4 مواصفات فقط في البركة هك. اوكي، فما الطول والعرض والشكل والديزاين ومجموعة كبيرة برشا من السيارة، لكن خذينا 4 كهو احنا فقط باش نفهموا بقى الكلاس والأوبجيكت كيفاه. واضح؟ باهي، عملنا 4 مواصفات. توا ينقصنا شنو؟ ينقصنا الميثودز. واضح؟ يعني نجمو نشتغلوا بيه الكلاس هكا، مش بالضرورة لازم نضيفوا الميثودز. نجمو نشتغلوا بيه الكلاس كيما هكا. اوكي، باهي. اول ميثود موجوده في الكلاس وكل شيء اللي هي اسمها انت. انت باهي، شنو هي الميثود هذه؟ الميثود هذه تبعه الكلاس، تبعه الكلاس. انت هذه اختصار لكلمه انيشيلايز. اوكي، اللي هي شنو خدمتها هذه في لغات البرمجه الاخرى؟ في لغات البرمجه الاخرى، مش مشكل، خلينا نذكر لغات البرمجه الاخرى، تتسمى كونستراكتور، يسميوها كونستراكتور. لكن بالنسبه للبايثون يسموها انت، اللي هي انيشيلايز. اللي هي شنو هي الفانكشن دي؟ هذه الفانكشن تشتغل تلقائيا، تشتغل تلقائيا، تلقائيا، ركزوا في كلمه تلقائيا، دون ما تعمل اوبجكت يكون انستنس ماك الكلاس هذاك. دون ما تعمل اوبجكت تشتغل تلقائيا الفانكشن هذه، ما غير ما تعمل لها جلب. اوكي، باهي. لشنو مشعوله الفانكشن هذه؟ مشعوله للتمهيد، يمهدوا به. انيشيلايز يعني واضحه من اسمها، initialize اللي هي تمهيد الفاريابل ولا تمهيد لحاجة معينة. باهي، مش مشكل، خلينا من هذا الكل. باهي، كلمة تشوف لهنا يعطيك خطأ وكل شيء، خاطر ينتظر فينا انه باش نكتبوا اي حاجة، مثلا نعملوا مثلا باس، ولا نكتبوا ابرنت، ولا اي حاجة تو يختفي الخطأ هذاك. باهي، في وسط الفانكشن ميثود هذه مكتوب ارجيومنت اسمه سيلف. ارجيومنت هذا ماهوش بارامتر، ماهوش بارامتر، احنا تعودنا نكتبوا بارامتر لهنا، لكن هذا ماهوش بارامتر، هذا ارجيومنت. باهي، كان تقوم بحذف لهنا يعطيك خطأ، يعطيك خطأ ويقول لك راي الميثود هذه راي تنتظر في اول ارجمنت لازم تقوم بكتابته، اللي هو مثلا احنا كتبنا سيلف، هو كتبها لنا وحده، بايثون كتبها لنا وحده. نجم تسميها اس، نجم تسميها باسمك، نجم تسميها او تسميها باسمي، يقبلها. المهم اعطيه اول ارجمنت هذاك، ماهوش بارامتر، ماهوش بارامتر. اوكي، حتى كان تعمل برنت ماهوش باش يفهمك اش تقصد. واضح؟ ماهوش بارامتر هذاك. اوكي، باهي، خلينا من هذا الكل. باهي، عندنا اول واحد اللي هو الانت هذاك، انت. خلينا نعملو باس لهنا باش يعطينا نحينا كل خطأ. وكيف كيف باش ناخد مجموعه من الاكشن. شنو هما الاكشن مثلا اللي حكينا عليهم في الفيديو السابق، او باش نعمل ديكلاريشن نتاعهم، اللي هم مثلا ليفت فانكشن الاولى. اي فانكشن لازمها اول بارامتر، اول ارجمنت مثلا تمروا له اللي هو سيلف، اللي هو سيلف. كيف ما قلت نجم تسميه باسم، تنجم تسميه اللي تحب عليه انت، هو انه يكتب فيه واحد ويكتب فيه سيلف، سماه سيلف ومن عنده.
واضح؟ باهي، شنو مش تبع لنا الفانكشن هذه مثلا؟ احنا نقولوا هذه اللي هي اكشن، عباره على اكشن. باهي، باش تقوم مثلا موفينغ ليفت، وباش ناخذوا فانكشن اخرى مثلا رايت. لحد الان واضح؟ لحد الان واضح. باهي، اجا مع بعضنا لهنا. عندنا كلاس نتاعنا ما فيه مجموعه من الاتريبيوتس اللي هما النيم والموديل والكالر والكومباني، وعندنا لهنا عندنا الفانكشنالية هذه اللي قلنا يعمل لها جلب تلقائيا دون ما تعمل اوبجكت تلقائيا، واضح؟ وعندنا تو اكشن اللي هما ليفت ورايت. خلينا من الفورورد والباك وكل شيء نقعد نكتبه ونكثروا على نكثروا ياسر، فلذلك بشوي بشوي. باهي، على فكره السبيس هذه لازم تكون موجوده. السبيس هذه كما تعلمنا مع الايف ستيتمنت وكل شيء والفور لوب وكل شيء، قلنا لازم نعمل السبيس هذه. اذا تقوم بحذف السبيس هذيك يعطيك خطا. كيفاش يعطيك خطا؟ او سطرك باللحم. نعمل السبيس هذيك باش نقولوا لو هذا كل الكود اللي كتبناه هذا كليك تبع الكلاس، واضح؟ انا كل تحت بعضه، واللي كتبناهم من هنا هذوما تابعين الفانكشن، وهي كل في الكل فانكشن تبع الكلاس هكا. ولا باهي، توا باش نقوم بصناعه اوبجيكت جديد. مثلا انا بسميه سي 1. سي 1 هذاك هو الاوبجيكت نتاعنا، اسمه سي 1. احنا شقلنا باش يكون انستنس من الكار، باش يكون انستنس من الكلاس هذاك نتاعنا الكار، فلذلك نكتبوها هكا كار. ايوه، توا عملنا اوبجيكت جديد اسمه سي 1، اسمه سي 1. كان جيم نكتبه مع بعضنا سي 1 دوت، يعطينا مجموعه من الاتريبيوتس اللي قمنا بالديكلاريشن نتاعهم لنا، وكيف كيف يعطينا الفانكشن متواجدين اللي هي ليفت ورايت. اما يعطيك ام لهنا يقصد بها الميثود، اوكي؟ وهم النايم والمودل والكالر والكومباني. مثلا نحبوا نوصلوا للنايم، نحبوا نوصلوا للنايم، واضح؟ احنا هكاك وصلنا له. باهي، ايش نقوم بتباعته؟ مثلا انا وصلنا للنايم، نحب نقوم بتباعته. طبعا مش باش يتبع لنا حد شيء، خالص احنا خليناه فارغ لهنا. نعمل وران، ايش نشوفوا مع بعضنا. عملت نايم وعملتها هي عباره على فانكشن، طبعا نحيو الاقواس على خاطر نايم هذا عباره على اتريبيوت، هو فاريبل. اوكي، اعطاني خطا لهنا، يقول لك استير اوبجكت از نوت كي لابل ولا شنو هذيك. ران، باهي كيما تشوف ما طبع لنا حد شيء. علاش؟ خاطر النايم نتاعنا فارغ لهنا. نكتبوا اي حاجه مثلا جولف، اوكي، وقوم باتباع ران، او طبع لنا جولف، طبع لنا جولف. باهي، يقول قايل بابا اخي مش قلت لنا اللي الانت هذه تتنادى تلقائيا؟ تتنادى تلقائيا، ايه شنو خدمتها هذه؟ كما قلنا اللي هي للتمهيد، مجعوله للتمهيد. باهي، خلينا من الانت لحظه شوي، خلينا نكملوا نتبعوا الباقي. مثلا نحبوا نتبعوا موديل، نقوموا بتباعه، هنقوموا بتباعتهم الكل. سي 1 نيم موديل، وهذه الكالر والكومباني، وانا قمت بعد. باهي، خلينا نكتبوا هذه مثلا الموديل شنو هو. جولف 8 مثلا، كالر ريد. اش بيني ربط؟ ما فهمتش علاش ربطت مع الجولف انا رغم اني مش محب الجولف. كومباني مثلا فولكس فاجن، فولكس فاجن ان شاء الله نكتبها بالصحيح، فولكس فاجن ولا حاجه كيفك. فولكس فاجن ان شاء الله تكون صحيحة، ظهر لي فيها خطأ. المهم مش مشكل في التسميات، احنا عطينا كود، الفايدة في الكود. باهي، عملنا اوبجيكت جديد اسمه سي 1، هو انستنس من الكار، وبعد مررنا له باش نحبوا نطبعوا القيم هذيك المتواجدة فيه. قم باش نقوموا بتباعة القيم هذيك المتواجدة فيه. ايش نعملوا ران مع بعضنا؟ كيف ما تشوفوا عطانا جولف 8 والريد وفولكس فاجن. باهي، انا نحب نعمل اوبجيكت اخر، انا نحب نعمل اوبجكت اخر بسميه مثلا سي 2. سي 2 واضح اهو كل هنا. هذه باش نغيرها تو، شنو اللي صار؟ باهي، خلينا نعمل سيبريتور لهنا. اي حاجه مثلا نجمه في 50 مثلا، هذا يا سيبريتور عملته كيك، ضربت كل السيمبل هذاك بتاع النجمه هذاك، ضربته في 50 باش يعمل لي الخط هذا. باهي، نشوفوا مع بعضنا. بعدنا جولف اي تريد فولكس فاجن، هذه تبع سي 1 وهذه تبع سي 2، نفسها هي تبع حالنا، خاطر لهنا عملنا برنت مارتين. اوكي، باهي، خلينا نزيد نضيفوا مسج لهنا مثلا،
برنت، هذه خاصة بالسي 1 وهذه خاصة بالسي 2. ايش نطبعوا مع بعضنا؟ طبعا باش تتبع لنا نفس القيمة، باش تتبع لنا نفس القيم. عليه؟ لأنه احنا في الكلاس هذايا عطيناهم نفس القيم. أي أوبجكت باش يكون انستنس من الكلاس هذايا باش ياخذ نفس الداتا المتخزنة غاديك. باهي، يقول القايد بابا نجمو نغيروا القيمة هذيك المتواجدة، القيمة هذيك المتواجدة نجمو نقوم بتغييرها. طبعا نكتبوا مثلا نحبوا نغيروا النايم، أو باش نعمل c1.name equal مثلا بولو، أو باش نغيرها بعد باش نقوم بالطباعة متاعها. إيش نعمل وران؟ شوف إيش طبع عنا، أو غير هنا كنجيو تشوفوا مع بعضنا بحالنا بولو. عليه؟ خاطر احنا اللي قمنا بتغييرها، لكن في الثانية في السي 2 قعدت جولف، جولف خاطر ما قمناش بتغييرها، خاطر خذا نفس القالب هذا هو بيدو وقام بالتباع متاعه. لكن لهنا احنا تحكمنا في النايم، تحكمنا في النايم، والدلالة على انه غيرنا النايم هذاك بولو. او كيف كيف تحبوا نغيروا، نزيد نغيروا في الموديل، نغيروا في الموديل ونغيروا في الكالر، الكالر ونغيروا في الكومباني. باهي، بولو المودل نتاعها مثلا بولو سيت ولا اللي هو 7، والكالر نتاعها جرين، كومباني نتاعها خليها كيما هي خاطر فولكس فاجن هم. اوكي نعمل ران. اها انا غيرناهم، بولو سي 1 بولو 7 وجرين وفولكس فاجن تبع خاطر الشركه، خليناها كيف ما هي، خلينا كما هي ما غيرناش في الكومباني. اوكي، ومن بعد عملنا سي 2 لهنا جولف 8 والريد وفولكس فاجن اللي هي خدات نفس الكلاس هذايا. باهي، ليه حد الان واضح، ليه حد الان واضح انه نعملوا في اوبجيكت ماك الكلاس هذاك ونطبعوا فك المتواجد في وسطه، المتواجدين في وسط الاتريبيوتس هذوكم. كيف كيف نجموا نطبعوا الفانكشن المتواجدين في وسطه؟ ايش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نقوم بتباعتهم. كيف كيف نعملوا برنت مثلا سي 1 دوت left دوت رايت right. ما غير ما نعملو برنت، نعملو عليه ما نعملوش برنت خاطر احنا ديجا كاتبين البرنت، عاملين برنت وين عاملينها برنت هايك موجود لهنا. ولا تو نغيرو هذه ريتيرن، خلي رجع لنا قيمة لهنا و تو نطبعوها لوت. اوكي باهي، رجع لي القيمة هذه، وكيف كيف لهنا رجع لي القيمة هذه، ونحب نطبعها لبرا الان يعني. نحب نطبعها لهنا، باش نعمل برنت للقيمة هذيك رايت. طبعا هذيك ميثود لازم نعملو كل الأقواس. وكيف كيف باش نعمل برنت سي 2 دوت ليفت، طبعا سي 1 عاد سي 1. اوكي نعملو ران. كيف ما تشوفوا لهنا تبع عنا القيم اللي عدلناهم احنا اللي هي بولو 7 وجرين فولكس فاجن وموفينغ رايت وموفينغ ليفت. باهي، لحد الان كل شيء واضح. باهي، يقول قال تو بابا انا باش نقعد نعمل في هذا الكل، يعني نقعد نعمل في هذا الكل، انا نحب كي نعمل سي 1 وكي نحب نعمل سي 2 انا نحب نمر القيم هذيك تلقائيا. مش قلت انت اللي الفانكشن هذه تشتغل تلقائيا، تشتغل تلقائيا؟ باهي، انا مانيش مصدقك يا خويا، اطبع لي اي حاجه هنا خلينا نشوفك كيفاش تشتغل تلقائيا. او باش نطبع لك مثلا ويلكم ويلكم. باهي، ايش نشغلوا مع بعض، ايش نطلع لفوق شوي، شوف اول سطر تبعونا هو شنو، ويلكم ويلكم، اول سطر تبعونا هو ويلكم. وين متواجد؟ متواجد لهنا، احنا كاتبين لهنا. باهي، باش نطبعوا فانكشن ايش نكتبوا، نكتبوا سي 1 دوت ليفت مثلا اسم الفانكشن هذيك، ولا باش نطبعوا اتريبيوت مثلا شنو نكتبوا، نكتبوا سي 1 دوت الاتريبيوت هذاك هكا ولا لك. كتبنا احنا سي 1 دوت انت، ما كتبناهاش، وين عندنا سي 1 دوت انت؟ ما عندناش. مالك كيفاش تبعت؟ تبعت تلقائيا. وقتاش تبعت؟ وقت قمنا بصناعه اوبجكت لهنا اهوك. والدلاله على كلامي ايش نوريك، مثلا انا عملت سي 1 سي 1 وعملت منها كارف، حذفت كل شيء او ما عندي حد شيء، تشوفوا مع بعضنا ما عندي حد شيء، واضح. ايش نعمل وراد؟ شوف ايش طبع لي، ويلكم ويلكم، رغم اني مانيش كاتب حتى شيء، عملت سي 1 دوت انت لحتى شيء، ها ما عملت حتى شيء، ما كتبتهاش هذه، عملت سي 1، عملت اوبجيكت جديد اسمه سي 1 ماك الكلاس هذاك اسمه كار. واضح، باهي
انا نحب وقت نعمل كلاس، وقت نعمل اوبجيكت، نحب انا هو اللي نعبيهم القيم مثلا، انا هو نحب نقوم بتعبيتهم، باهي قوم بحذفهم، ها تحب تخليهم خليهم، لكن احنا او مش نقوم بتعبيتهم واحد. باهي عندنا اول ارجمنت قلنا السيلف هذايا خليه تو نحكيو عليه شنو هو السيلف، او باش نتكلم عليه في الفيديو هذايا شنو هو السيلف، باش نحب نمرر لهنا مجموعه من البارامتر. وقت نقوم بانشاء، وقت نقوم بانشاء اوبجكت جديد نمر القيم نتاع البارامتر هذوك. باهي نعرف مازلت ما فهمتنيش، ايش انت نوريك مع بعض. نعملوا فاصله ان ان نيم مثلا، باش نعمل بارامتر الاولاني باش نمروا اسمه ان ان نيم، واضح. وكيف كيف باش يكون ان موديل، وكيف كيف باش نعمل فاريبل اخر ان كالر، نقصد الان هذيك نقصد بها نيورا، اوكي. وان كومباني، واضح لحد الان. كومباني لحد الان واضح. به الفاريبل هذوما نحب انا هو نعبيهم، انا هو نقوم بملئهم. وقت نقوم بانشاء اوبجكت جديد هذا سي 1، انا هو نحب نقوم بملئ الفاريبل هذوما ومن بعد نطبعهم اللي هو كيفاه. لهنا نكتبوا سيلف، لهنا نوصلوا للسيلف. سيلف شنو معناه؟ سيلف انها باش توصل لك الاتريبيوت هذوك، الاتريبيوت هذوما، الاتريبيوت هذوما توصل لها عن طريق سيلف، عن طريق سيلف. وتو نشوفوا امثله عمليه، تو نشوفوا حتى ما غير ما نكتبوا سيلف ما نجموش نوصلوا للفاريبل هذاك. مثلا ايش نكتبوا؟ نايم ايكو ان ان نايم. شوف لهنا اللون نتاعها شنو نعطيها، نعطيها هنا لونها جري، لونها جري. اجا نعملوا لهنا سي 1 دوت، طبعا لازم نقوم بحذفه هذايا، سي 1 دوت نيم. نجموش نوصلوا له؟ ها نكتب ان، نجم تشوفوا ما طلع لي حد شيء. نايم وينه؟ وينه رغم اني كاتب نايم لهنا، وينه؟ مانيش قاعد نشوف فيه. عليه على خاطر لهنا ينتظر منا انه باش نضيفه سيلف دوت، سيلف دوت. انا كي نكتب سيلف دوت باهي، ايش شفت اول هنا كي نكتب دوت؟ انا وطني نايم، واضح. يعني تحب نرجعوه لهنا نرجعوه، راه كيف كيف راه تكتبوا لهنا كي ما تكتبش. تو نحكي شنو الفرق انك تكتب لهنا وانك تكتبها لهنا، كيف كيف راه عطاو نقوم بحذفهم هذا من الكل. سيدي ها ها عندي النايم، عندي النايم نتاعي اول واحد به، كيف كيف شنو عندي اخر؟ عندي الموديل، عندي الموديل، وعندي الكالر، وعندي كومباني. ايوه به النايم شنو مررت له؟ مررت له ان نايم، مررت له ان نايم. وتو نشوفوا هذا وقت شو مرهم، لحظه برك مركز معايا دقيقه برك. به عندنا الموديل هذا شو مش مرروش؟ مرر ان موديل. الكالر هذا شو مش مرروش؟ مرر ان كالر اللي هو هذا نمروا فيه من فوق الفاريبل هذاك. كيف كيف عندي هذا ان كومباني، لحد الان واضح. مررنا له اربع قيم، هذا ان نيم والان موديل والان كالر والان كومباني، لحد الان واضح. باهي لكن كي جي توا نعمل دوت نيم يشتغل الامور واضحه. باهي ايش نعملوا؟ برنت ران، طبعا مش عطينا حد شيء، فارغه خاطر ما في حتى قيمه، ما في حتى قيمه. عطانا خطا لهنا، شنو هو الخطا؟ يقول لك راهو الفانكشن هذيك مئينت تاع التمهيد راك انت كاتبها لهنا، لكن كاتب فيها اربع فور بارامتر، معناها يعني عامل مر لها بارامتر من الفوق، لكن المره بارامتر هذوما كل ماكش ما قمتش بملئهم، ينتظر فينا انه باش نقوموا بملئهم. ايوه لهنا هو وين نقوم بملئهم. وقت نقوم بصناعه كلاس جديد اسمه سي 1 من نوع كار، من نوع كار، ونقوم بتمرير القيم. مثلا ان نايم هذه شنو باش تكون؟ جولف. الموديل شنو باش تكون؟ الموديل 8 مثلا، الموديل نتاعها مثلا جولف 8. الكالر نتاعها شنو باش تكون؟ ريد. الكومباني نتاعها شنو باش تكون؟ فولز فاجن، فولز فاجن. ان شاء الله تكون صحيح نكتب فيها. ايوا اجا نعملو برنت تو، اجا نعملو برنت. بالي جولف توا ولا يتعرف عليها؟ تعرف على النايم، تعرف على النايم اللي في وسطها قيمة، تعرف على النايم اللي في وسطها قيمة، واضح؟ باهي، إيش نطبعوا الباقي الكل؟
الموديل، الكالر، الكومباني. ران انا يذبحهم لي الكل، واضح؟ او كنت تحب نزيد معاها مسج لهنا خاطر باش نعمل ك سي 1 ونعملو فاصل لهنا خاطر بنزيد نعمل اوبجكت اخر باش نفرقوا ما بيناتهم. اني تو مريت لهم القيم. ران سي 1 جولف سي 1 ايت الموديل نتاعها، خلينا نضيفو النايم لهنا، نضيفو نايم هكا خلي تظهر لنا موديل. مش بيني كتبت لهنا موديل، موديل كالر لهنا كومباني. لحد الان كل شيء واضح، اجي نطبع مع بعضنا. ران كيف ما تشوفوا النايم جولف الموديل نتاعها والكالر نتاعها وكومباني. باه انا نحب نعمل اوبجكت اخر اسمه سي 2، النوع متاعها بولو مثلا. خلينا من البولو خلينا نختار ايبيزا مثلا، نحب نبدل اسم الكومباني هذيك ايبيزا مثلا. ما نعرفش شنو النوع مثلا اس ميه مثلا، ما نعرفش الموديل هذاك شنو هو، اخترت كيف ما جا جا. اوكي تعمل سينجل كوت ولا دبل كوتس على فكره، لو سينجل كوتس ولا دبل كوتس كيف كيف راه مرنا لها قيم، واضح؟ باهي شنو اخر عندنا لهنا؟ الكالر نتاعها جرين والشركة متاعها اللي هي شنو اللي هي سيات لهنا طبعا الذي لازم نقوم بتغييرها اللي هي سي 2، سي 2 على خاطر تعود على الاوبجيكت هذا الثاني كيف كيف. هذوما زاد هذا عبارة على مسج من داخل عملنا سي 2. ايش نعمل ران؟ ايوا خلينا نعمل سيبريتور لهنا او سيبريتور لهنا باش تفرق ما بيناتهم. عملت ديباك ران او طبع لي الاوبجيكت الاولاني او جولف 8 واللون نتاعها ريد والشركه نتاعها فولكس فاجن. وتو مشينا للسياره الثانيه هي ايبيزا والموديل نتاعها اس 100 وجرين الكلر نتاعها والكومباني نتاعها هي سيات. كيف كيف انك تنجم تقوم بصناعه اوبجيكت اخر. سي 3 مثلا مرسيدس مثلا اي موديل، مش ما عنديش في مخي تو موديل. بلاك مرسيدس يا اخي نعاود نكتب فماش اسم مثلا نبدله بي 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 هذي اسم تاع ثلاثة ونغيره كيف كيف لهنا زاد ثلاثة ونعمل ران. خلينا نزيد نعمل لك السيبريتور هذايا اللي شي قسمنا. اوكي كيف ما تشوف واضح، هذه هي الخدمة بتاعنا. هذا يطبعناه المرسيدس هذية، عنا هذه الإيبيزا وعنا هذه الجولف. نرجع اللي حكينا في الفيديو السابق أن الكلاس هو شنو؟ هو نموذج، هو نموذج. أنه بقى فقط نموذج، هو فقط نموذج، واضح؟ ومن بعد مررنا له القيم هذيك، مررنا له القيم هذيك. نجم نضيف سبيد سالف دوت سبيد، سبيد مثلا ونمروا فاريابل لهنا نمروه. نجم تمروا باسم نفس الاسم راه، لكن انا بدلت الاسم لهنا، بدلت الاسم لهنا باش ما تشبهش مع هذيا، واضح؟ او كي تكتب لهنا سبيد اخر كيفاش عطيناها لنا جري، سبيد هذه لونها بيض، هذه اللي هي تعود على كلاس، تعود على كلاس اللي هي اتريبيوت تبع الكلاس هذايا، لكن هذا بارامتر ان لونها جري. اوكي كان نكتب لهنا سبيد عطاك نكتبها اني ولت بالابيض اللي هي هذه اللي نكتبوه لهنا هو بده نكتبوه لهنا، واضح؟ البارامتر اللي نكتبوهم لهنا هم اللي باش نمروهم لهنا. اوكي لكن انا زدتها الان هذيك باش نفرق ما بيناتهم باش انت ما تدخلش بعضك، خاطر كان مستمع نفس الاسم باش تدخل بعضك. اوكي ان سبيد كيف ما تشوفوا باهي، تحب نقوم بتباعته قوم بتباعته. هاي يا سيدي باش نطبعوهم على الاولاني سي 1 سبيد، سي 1 سبيد هاني طبعته لهنا. كيف كيف نحب نقوم بتباعته لهنا، نقوم بتباعته لهنا. هذا سي 3 وهذا سي 2. نعم لوران شعطينا خطأ، شعطينا خطأ. شنو هو الخطأ؟ ينتظر في الان سبيد،
ينتظر في الان سبيد عليه، خاطر اول ما عملنا الاوبجيكت هذا اللي اسمه سي 1 من الكلاس هذا وخذا انس من الكلاس هذا مرنا له اربع قيم كهو، لكن في الانت لهنا قداش من قيمه؟ خمسه قيم. ينتظر في شنو؟ في الان سبيد. ما دام الان سبيد هذاك باش ناخذوه مثلا انت من نوع انت، مثلا هذه 250 السرعه نتاعها، هذه 200 السرعه نتاعها، وهذه 220 مثلا. مثال راهو، ما تركزوش مع النوع الواحد وكل شيء. واضح؟ او نطبعوا لهنا، واضح هاوك. وبعد احنا نغيره كيف ما نحبوا احنا، انا وصلنا لك المواصفات وكيف كيف النجم وكيف كيف نوصلوا لشنو للميثودز نتاعها. الميثودز نتاعها print dot s1 s1 dot شنو، تكتك تعمل دوت هكا تعطيهم لك الميثودز كل اللي هما رايت، عندنا الرايت كيف كيف لهنا زادة اللي هي دي سي 2، ولهنا زادة سي 2 سي 3 عاد هذيا، خاطر كان نخلوها كيف هكاك طبعا هو طبعا نفس الفانكشن، هم يتشابهوا ثلاثة ما فماش اختلاف، ما مرنهمش قيم، لكن تو بعديك في الفيديو القادم كي نشوفوا الجاتر والساتر ونشوفوا الاستخدامات نتاعهم. واضح؟ نعملوا ران. ايش نشوفوا التيرمينال نتاعنا كيف ما تشوفوا، هما هذوما المواصفات نتاعنا، هذوما المواصفات نتاعنا كيما تشوفوا، الاسم والموديل والكالر والكومباني والسبيد، وهذه الفانكشن نتاع اللي هي موفينج رايت. طبعا الموفينج رايت اخذت نفس المسج كاتبينه في ثلاثه باش تكون نفس المسج. واضح؟ يعني باللي نغيروا الاوبجيكت باش يعطينا نفس الطباع، على خاطر احنا من داخل كاتبين موفينج رايت. اوكي، هذا هو اش معناها انه كلاس هو عباره على هيكل فقط، هيكل فقط. هذا هو الكلاس نتاعنا راه ينتهي لهنا، او الكلاس نتاعنا هذا هو راه هذا خاطر الكلاس، والدلاله على انه خاطر الكلاس فماش سبيس، فماش سبيس. واضح؟ هذا هو الكلاس نتاعنا، متكون مجموعه من الاتريبيوتس ومتكون مجموعه من الاكشن. اوكي، بالنسبه لهذوما الفاريبل هذين نجم تكتبهم لهنا، نجم تكتبهم لهنا. طبعا لازمك تنحي القيمه هذيك سيلف وتنحي القيمه هذيه، وباش تمر قيم لازمك تكتب هك c1.name وتكتب هك تمرر له انت القيمه من هنا، لكن احنا اختصرنا هذا الكل عن طريق الفانكشن انت لمر القيم. لكن باش نستحقوا حتى في وسط البرنامج نتاعنا نجم نمر القيم. اوكي، باهي رجعها كما كانت. يقول القائل باهي بابا انا بعد ما مررت قيمه في الكونستراكتور هذا قادر نجم نغير النيم هذاك؟ طبعا قادر نجم تغيره. كنجيو نعملوا c1.name قبل ما يطبعوا، مثلا هو شنو احنا مررنا له؟ مررنا له جولف، جولف ولا اول واحد هاوك، مررنا له جولف لهنا. باش نقوم بتغيير، اني غيرت. ايش نعمل ران؟ ايش نشغل مع بعضنا شوف ايش تطبع لي. واضح؟ نجم تغيرها، قادر انك تغيرها من برا. واضح؟ قادر انك تغيرها من برا من هنا، من الاوبجيكت من هنا، توصلها عن طريق الاوبجيكت وتقوم بتغييرها. انا غيرناها تو لهنا. واضح؟ الفيديو القادم بنشوفوا الجيتر والستر، وبزيد نفهموا اكثر الفانكشن، وبزيد نفهموا اكثر السالف مع الجيتر والستر. واضح؟ وهذوما متواجدين في اي لغه برمجه، اي لغه برمجه متواجده في العالم هذا متواجدين في وسط هذوما. اوكي، يلا الى اللقاء، نقابلوا الفيديو القادم.